السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا باشمهندسين؟ اتمنى ان انتوا كلكم تكونوا في اتم الصحة والعافية. ان شاء الله النهاردة هنستكمل محاضرة رقم 6، هتبقى ان شاء الله على جزئين. الجزء الاول هنراجع فيه اهم القوانين اللي احنا اخدناها في المحاضرة رقم 5، اللي هي على سيمنت بولسن كورونسون ريتم، وناخد معاها سولفود اكزامبل عشان نأكد على طريقة الحل وعلى بعض المفاهيم المتبقية لينا. في الجزء الثاني ان شاء الله هيبقى البارل اوبريشن. هنبدا دلوقتي الجزء رقم 1 اللي هو هيبقى ريفيجن وسولفيت اكزامبل. بالنسبه للقوانين اللي احنا اخذناها المره اللي فاتت هناكد فيها على اهم معادله اكدنا عليها اللي هي التان دلتا، وقلنا في حالة لما أهمل مقاومة الأرميتشر الشكل بيبقى قدامي عامل كده، وبيبقى تان دلتا اللي هو المقابل على المجاور، والمقابل زي ما عرفنا قبل كده اللي هو عبارة من المثلث الصغير ده اللي هو الوتر بتاعه اي اي اكس كيو، والزاوية ديت اللي هي عبارة عن السيتا او الفاي بتاعتي اللي هي كوزاين ماينس ساين باور فاكتور. المثلث الصغير ده عرفنا ان العمودي بتاعه اللي هو المقابل هو عبارة عن الـ IAXQ كوزاين اللي هو المقابل، وعرفنا ان الترم ده او الجزء ده الضلع ده كده في المثلث الكبير اللي هو المجاور للزاوية دلتا هو عبارة عن الـ VA زائد الجزء الصغير ده اللي هو كان عبارة عن الـ IAXQ ساين سيتا او فاي بتاعتنا اللي احنا متعودين عليه. اذا ديت كده تان دلتا، وعرفنا ان التان دلتا مهمة جدا في حساباتي. وبالتالي القوانين اللي عندنا اهي تان دلتا سو اي 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 بنجيبه من المعلومات اللي هو عطاها لنا عن السنكرونس جنريتور وعن الحمل بتاعه وباستخدام الباور فاكتور، بيبعطيني الاكس كيو والاكس دي والفي اي اللي هو التيرمينال فولتج اللي هو المفروض السنكرونال جنريتور هيشتغل عنده. اذا من خلال المعلومات بتاعتي العلاقة اللي عندي هقدر احسب تان دلتا. طب يا ترى هي مهمة في ايه؟ بعد ما بجيب تان دلتا هجيب دلتا، يبقى تان ماينس وان يبقى هجيب دلتا. بعد ما بجيب الدلتا قدامي ان انا اجيب الاي دي والاي كيو. الاي دي كماجنيتيود في البداية والاي كيو كماجنيتيود في البداية. طيب الاي دي كماجنيتيود انا عارف من العلاقه اللي قدام ان اللي هي اي ساين دلتا زائد سيتا زي ما هو في الشكل اللي قدامي بالنسبه للاب باور فاكتور. انا عندي اهو عباره عن الاي دي اللي هو ده اللي هو يعتبر ده كده عندي في المثلث القائم الزاويه ده، يبقى الوتر بتاعي هو الاي اي. اي اي يديني في ساين هذه الزاويه زائد السيتا، هذه الزاوية اللي هي دلتا زائد السيتا يدينا المقابل اللي هو ده. اذا ده الماجنيتيود بتاعي وعرفنا الزاوية بتاعته ناقشناها المرة اللي فاتت. اذا انا محتاجة دلوقتي الماجنيتيود هجيبه ازاي؟ هجيبه بالاي اي. اي اي كماجنيتيود اللي بحصل عليه من المعلومات اللي موجودة في المسألة اللي عندي عن التحميل وعن الصيت بتاع الجنريتور، والدلتا اللي انا جبتها والفاي اللي هو او سيتا اللي هي الباور فاكتور بتاعي. اذا الماجنيتيود بتاع الاي دي اصبح جاهز عندي بعد الحصول على تان دلتا. خلوا بالكم ان الكلام اللي انا بقوله دلوقتي هي دي طريقه الحل في المسائل، التسلسل بتاع الحل اللي انا اجيب التان دلتا وبعدين اجيب ماجنيتيود الاي دي وبعدين اجيب الماجنيتيود بتاع الاي كيو. خلاص ماجنيتيود الاي كيو، الاي كيو زي ما قلنا هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة اهو من المثلث الصغير ده، هو عبارة عن مين؟ عن الوتر في مين؟ في كوزاين. الوتر في كوزاين، كوزاين نفس الايه؟ الزاوية اللي هي الدلتا زائد سيتا. يبقى الاي اي كوزاين هيديني الاي كيو، والاي دي ساين الاي دي هيساوي الاي اي ساين هيديني الاي دي. اذا دلوقتي اصبح الاي دي والاي كيو والتان دلتا جاهزين معايا. انا ببقى محتاج ايه؟ ببقى محتاج الجنريتد اي ام اف. الجنريتد اي ام اف زي ما احنا شايفين قبل ما نبدا نقول هنجيبها ازاي، لازم ااكد على ان الاي اي داش اللي كان لها علاقه
بتقول ايه؟ هي عبارة عن مين؟ فاكرين؟ هي عبارة عن لما بنجلكت ال I ال R A، هي عبارة عن ال V A قيمة وزاوية زائد اهو الترم بتاعه G I A X Q من هنا. لو انا عايز اجيبها كده، طيب ايه الملاحظة من الشكل اللي قدامي؟ اهم ملاحظة مهمة جدا ومفيدة جدا وهتختصر عليا وقت كبير، ان الـ I A داش في اتجاه على نفس استقامة الـ A، بمعنى لو ان انا قدرت احصل على الـ A A داش كماجنتيود وزاوية طبعا اللي هي نفسها هتبقى نفس زاوية الـ A A، اقدر بسهولة لو جمعت لها الجزء ده احصل على الـ A A. اجمع لها الجزء ده ازاي؟ ماجنتيود برضه اللي هو الاي دي في الاكس دي ناقص الاكس كيوب. طيب اكيد في قانون اخر ممكن نجيب منه الاي ايه. طيب اذا دلوقتي بعد ما حصلت على تان دلتا، حصلت على الاي دي، حصلت على الاي كيوب، قدامي ان انا اجيب الاي ايه. الاي ايه قيمه وزاويه، طبعا الزاويه معروفه مسبقا اللي هي مين؟ اللي هي تان دلتا، اللي هي دلتا. جبت تان دلتا فالدلتا بقت معروفة. اذا الزاوية معروفة مسبقا، يبقى هو عبارة من القانون الاصلي اللي احنا بدأنا بيه ال في اي. طبعا في حالة النجلكتنج للار اي الترم ده مبقاش موجود معايا. اذا هو ال في اي في حالة النجلكتنج للار اي زائد الجي اي دي، هاخد بالي جي اي دي اكس دي. الاي دي انا جبته اهو ماجنتيود والزاوية بتاعته. اذا لو انا جهزت قيمه وزاويه، ما انساش هقول تاني قيمه وزاويه عشان دي من اهم الحاجات اللي بتلخبط الناس، ان هو يجيب لي الماجنتود ويحطه هنا، لا قيمه وزاويه والاكس دي معطاه. نفس الكلام بالنسبه اللي هو زائد جي اي كيو اكس كيو. اي كيو لو انا هشتغل بهذه الطريقه بهذه المعادله كومبلكس نمبر، يبقى انا المفروض ان انا هجيب الماجنتود والزاوية بتاعته قدامها. اذا خلاص كده حطينا الكلام اللي احنا قلنا عليه في هذه العلاقة، وباعتبار ان الـ VA هو الريفرنس بتاعي، زاوية الماجنتيود بتاعه بيبعتهولي بعتهولي، بس لاحظ ان هو لما بيديني في المسألة البيانات بيديني لاين فولتج، لان هو بيوصف 3 فيس سيستم فبيدي اللاين تو لاين فولتج، وباعتبار ان احنا شغالين واي كونكشن فعلى طول ديت المعادله دي بتاعت فيز، ده فيز من الفيز اللي احنا عبرنا عن السيليانت بول سنكونشن ريتور بيها باعتبار ان السيلي في شبه بعض. اذا دي معادله فيز تاني، دي معادله فيز، يبقى لازم دي برضو نقطه مهمه جدا بتوقع ناس كتير في المساله، ان الفي اي ياخدها سي ان 11 كيلو فولت يروح يحط ال 11 كيلو فولت هنا، لا طبعا غلط، المساله بتطلع غلط. لازم ال VA هو الفيز فولتج، فيقسم ال V اللي هو بقى معطى في المسألة على جزء 3، والزاوية اللي هو الريفرنس بتاعي فبعتبرها صفر عندي. اذا من هذه العلاقة لو انت شاطر والآلة بتاعتك كويسة وهتشتغل وهتجيب ال EA كومبلكس نمبر مفيش مشكلة، خلاص كده اكتفينا. طيب لو واحد عايز مش عايز يشتغل كومبلكس نمبر والدنيا تبقى بسيطة وسهلة معاه وبسرعة وعلى فكرة وياخد وقت أقل، يشتغل بالطريقة رقم 2 بصراحة أنا بفضل، اللي هي إيه؟ اللي هي العلاقات اللي إحنا كتبناها، اللي هو من مثلث الخطوط الحمراء اللي قدامك ده، شايف كده المثلث اللي هو قائم الزاوية ده اللي قدامي ده كده، الوتر فيه في إيه، والجزء ده اللي هو عبارة عن الفي إيه في مين بقى؟ كوزين دلتا، يبقى الترم ده ال في اي كوزين دلتا. طيب يا ترى لو ضفت له الجزء ده هيديني مين؟ هيديني الاي اي على طول، هيديني الاي اي ومن غير زوايا. الاضافه اللي هو الجزء ده هو كان عباره عن الجزء ده اللي هو الاي دي اكس دي، مجموع الاثنين دول مع بعض اتكلمنا عنهم المره اللي فاتت. كانت العلاقه هي اصلا اهي العلاقه، اللي انا كان عندي الاي اي ناقص الضلع ده يديني الاي دي اكس دي. طب ما هي منها انا عندي الاي دي جبته، فاصبح الاي اي هو المجهول
اللي هو بيساوي ال VA كوساين دلتا اللي هو الجزء ده زائد الماجنتيود بتاع ال ID اكس. دي ماجنتيود ما عنديش زوايا، مش شغاله كومبلكس نمبر. يبقى ال VA ماجنتيود برضه فيز فولتج كوساين دلتا اللي انا اصلا جبتها، اي دي ماجنتيود اللي انا جبته، اكس دي اللي هي موجوده عندي. خلاص اصبح الماجنتيود بتاع ال ايه جاهز عندي. طب ما انا عندي الدلتا، فاذا انت هتوصف كام؟ شايفين الموضوع هنا سهل ازاي؟ طبعا انت لك حريه الاختيار، هتشتغل بهذه العلاقه، انت اصلا عارف الزاويه هتجيبها برضه قيمه وزاويه، هتشتغل بهذه العلاقه بس لازم تبقى عارفها كويس زي ما احنا شايفين كده. هي سهله وبسيطه اهي، اهي في اي كوزاين زائد الطلع ده اللي هو الاي دي اكس دي، فاصبحت الاي ماجنتيود معروفه وزاويتها اصلا احنا جبناها مسبقا. اذا بهذه الطريقه وترتيب معادلاتي وترتيب افكاري بقدر اجيب الاي اي اللي هي الانديوسد ام اف عند الايه، عند النود في حاله السيجنت بيرسون كورونس جنريتور. طبعا بقى يعني انا جبت الاي اي بقدر بعد كده اجيب اي حاجه، يعني مثلا الفولتج ريجليشن بالطريقه العاديه جدا، عايز مثلا معادله الباور اعرفها وحافظها، عايز معادله التورك، فاقدر اجيب كل ده وانا مستريح. خلاص كده اتمنى ان احنا كلنا نكون موفقين. المسائل والقوانين بسيطه جدا زي ما احنا شايفين، لكن الاخطاء مع ان هي بسيطه الا ان هي تعتبر جسيمه بالنسبه لطالب في سنه رابعه. اخد بالي كويس وادرب ايديا كويس. خلاص يا باشمهندسين. طيب اذا كده احنا بالنسبه لهذا الجزء، بالنسبه لهذه المعادلات اللي كنا عايزين نراجعوا عليها، التكمله بتاعت الفي تاني بصوا لها كده، الديفلوبد باور والديفلوبد تورك، ده الشكل اللي احنا شرحناه المره اللي فاتت. الاكزامبل اللي هناخده اللي هو سولف اكزامبل، الاكزامبل 7-9 اللي موجود عندكم في الكتاب، بيقول لي ان انا عندي جنريتور سنكرونس جنريتور الريتنج بتاعه 70 ميجا فولت امبير، التيرمينال فولتج 13.8 كيلو فولت اللي احنا اتكلمنا عنه انه هو يديك اللاين تو لاين فولتج، الفريكوانسي 60 هرتز، واي كونكتد في سيلنت وولز وكونر جنريتور، الاكس دي بيديهولي والاكس كيو بيديهولي. ولاحظ دايما دايما عشان ما تلخبطش ان الاكس دي بيبقى اكبر من الاكس كيو. بيقول لي ايه دليفرز ريتد لود ات 8.10 باور فاكتور لاج، يبقى السيتا او الفايب بتاعتنا هتيجي من هنا. الارميتشر ريزيستنس از نيجليجابل في معظم مسائلنا، بتبقى فعلا نيجليجابل نادرا نادرا لما بندي ار ايه. عايز مني الفولتج ريجليشن وعايز مني الباور ديفولت دوباي ريجنريتور. طبعا لما يقول لي فولتج ريجليشن انسى كلمه فولتج ريجليشن واركز على الاي اي في الاول، لان الاي اي بالطريقه العاديه جدا مقياس البي على البي هي الفولتج ريجليشن. اذا مضمون الجزء ده ان هو عايز الانديوزد اي ام اف. طيب برضو انا عارفه ان طبعا هتاخدوا الكلام ده باستفاضه في السكشن، بس انا حابه اكد على المفاهيم اللي الطلبه بشوفها بتغلط قدامي فيها في الورق الاجابه اللي انا بشوفه. اول حاجه الجهد، هجيب الفيز فولتج، بعد كده التيار. الحته دي برضو مهمه، في طلبه كتير لو انا اديتك هنا ميجا لازم تبص كويس على الجزء ده، هو ميجا فولت امبير ولا ميجا وات ولا ايه بالظبط، لازم ابص كويس عليه قبل ما استخدمه، لان في ناس كتيره بتروح واخداه وحطه في القانون كده وبينسى. بالاضافه ان هو كمان ساعات كتير برضو بلاقي ان الجذر 3 ده مش موجود باعتبار ان هي باور، باور من عندي 3 فيز، احنا شغالين 3 فيز، انت بصيت في المساله بيقول لك 3 فيز، فاذا الباور اللي بتبعته غلط بتبقى 3 فيز جنريتور. اذا الاي اي بيساوي الاس، دي بقى الاس على جذر 3 في لاين، هشتغل في لاين او 3 في فيز. خلاص كده. لو طب لو دي بي اللي هي الاكتف باور، يبقى هيبقى في المقام عندي هنا ايه كوزاين، ما انساش ديت ميجا فولت امبير ولا ميجا وات. ميجا فولت امبير زي ما احنا شايفين على جذر 3 في الفي لاين هتديني الماجنتيود للطيار، لو هي الاكتف باور يبقى هقسم على كوزاين فاور. خلاص. الباور فاكتور طبعا لان هو لك باور فاكتور، هيبقى ناقص كوساين ماينس 1 الايه الباور او الزاويه، هتبقى كوساين ماينس 1 الباور فاكتور بتاعي اللي هي ناقص 36 ودي 8.7. اذا التيار كده والصفه توصيف كامل ماجنتيود وزاويه. بعد كده بقى نبدا في ايه، في حل مسالتنا اللي هي
الاول اول خطوه ان انا اجيب التان ايه التان دلتا. طبعا انا ما كتبلكش هنا القانون، بس احنا عارفين كان عباره عن ايه، عن الاي ايه في اكس كيو في مين، في كوزاين تيتا. يبقى اي ايه اكس كيو كوزاين تيتا على في ايه. في ايه برضو كانت ماجنيتيود اللي احنا كنا مطلعينها من الفيزور دايجرام. طبعا مش هتفرق معايا ماجنيتيود ولا لا، لان هي اصلا زاويتها بصفر، بس فيز فولتج تاني الحته دي برضو في ناس كتير بتكتبها لاين فولتج. فيز فولتج زائد ايه، زائد الاي ايه نفس اللي فوق، بس بدل ما كوزاين تبقى ساين. يبقى نفس الجزء ده الترم ده هو نفس اللي فوق، بس بدل الكوزاين تبقى ايه ساين. طلعت تان دلتا ماينس 1 يديني التلتا. خلاص كده، يبقى احنا كده قدرنا نحصل على اول خطوة اللي هي تان دلتا. طبعا هو في الكتاب هنا شرح لك بنفس الطريقة رقم 1 اللي انا قلت عليها. يبقى الفي اي توصيف صفوف كامل، الاي اي توصيف كامل، بعد كده هيجيب الاي دي ماجنتيود وزاوية. الماجنتيود اتفقنا مع بعض ان هو الاي اي ساين مين دلتا زائد مين، المفروض دلتا كان دلتا زائد مين زائد دي مشكلة، دلتا زائد سيتا. طب ما واحد هيروح يقول لي ما سيتا ناقص 36 ومش عارفة بنت 8 7. لا خد بالك دي برضو حتة مهمة، سيتا اللي هنا لو احنا رجعنا للفيزور دياجرام انا كنت بجمع الماجنتيوز زاوية دلتا زائد سيتا، مش دعوة بقى بالاتجاه. يبقى الماجنتيود الابسولوت فاليو بتاعت سيتا في هذه العلاقة، يبقى دلتا زائد سيتا. محدش يروح يجيب لي سيتا بناقص 36، لا انا من الفيزور دياجرام كنت بجمع القيم على بعضها كماجنتيود. يبقى دلتا اللي هي طلعت عندي زائد سيتا اللي هي كانت 36 وشوية يدينا المقدار ده. نفس الكلام هنا، هنا ساين هنا كوزين، والاي ايه ماجنتيود موجود عندي. يبقى الاي ايه ماجنتيود وساين الدلتا زائد سيتا ابسولوت فاليو، والزاوية اللي هي كانت عندي اللي هي كانت عبارة عن 90 ناقص الايه الدلتا. يبقى ده اي توصيف كامل. اي كيو نفس القصة بس كان بالزاوية بتاعته كانت دلتا. خلاص واضح طبعا ان مين اللي بيبقى اكبر هنا 2325، هنا 1700. الاي دي بيبقى اكبر شوية من الايه من الاي كيو. كده اي دي قيمة وزاوية جاهزين عندي، قيمة وزاوية جاهزين عندي، والاي كيو نفس الكلام. اروح على المعادلة بتاعتي، طبعا هو عوض في المعادلة مباشرة اللي هي الفي اي وزاوية صفر زائد جي اي، المفروض ان الاي اي اي دي قيمة وزاوية ودا الجي اهي في الاكس دي، زائد برضو اي كيو قيمة وزاوية بالجي اكس كيو. كده طبعا زي ما قلنا انت بتشتغل بالكالكليتور بتاعك لو الامور هتبقى صعبة عليك، وهتلاقي ان الدنيا هتاخد منك وقت في الحسابات. فطريقة الاي اي تساوي الفي اي كوزاين دلتا زائد الاي دي اكس دي كماجنتيود فقط وزاوية عندي هي الاسهل، وبدون مشاكل وبدون صعوبات احصل عليها مباشرة. اذا كده انا حصلت على مين، على الاي اي قيمة وزاوية، ولو هحصل عليها من الفي كوزاين دلتا زائد الاي دي اكس دي بحصل عليها كقيمة، والزاوية عندي اللي هي الدلتا. الفولتج ريجريشن دي طبعا بالطريقة العادية مش الطرق اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي هي عبارة عن الاي اي ماجنتيود ناقص الفي اي ماجنتيود شغالة فيزيس اهي على الفي اي برضو كماجنتيود. يبقى انا طلعت الفولتج ريجريشن. طبعا واضح ان هو يعني ما هوش عملي لان هي مسألة تطبيقية فقط. طبعا 49 وشوية ده رقم كبير جدا في الباور سيستم. بعد كده هو عايز مني الديفلوب باور. طبعا انا بطلب منك لو سمحت لما تيجي تجيب لي الفيديو الديفلوب باور اكتب لي القانون بتاع الديفلوب باور في حالة السيليان تبول. الديفلوب باور في حالة السيليان تبول اللي هو كان 3 في ايه ساين دلتا على الاكس دي زائد 3 على 2 في ايه تربيع في الفابرين اكس ايه اكس دي ناقص الاكس كيو على المقدار اللي كان عندك.
اذا انا عايزاك تحط لي العلاقه اللي احنا اخدناها الاول، بعد كده لو عايز تقارنها في هذه الحاله بالبي دي اللي هي تساوي البي اوت، لان الريزيستنس مش موجوده. فتلاتة اي ايه في ايه كوساين الزاويه مفيش مشكله، بس انا بفضل وبطلب منك ان انت تكتب لي العلاقه بتاعت السلم تبول باور. وبكده ان شاء الله في هذا الجزء هنكون انتهينا من المراجعة بعض القوانين الهامة وترتيبها في حال المسألة، وخدنا صورة اكزامبل. اتمنى ان شاء الله كل المفاهيم وكل الاخطاء اللي بنقع فيها ان شاء الله نكون صححناها عندنا وبقت واضحة. واي سؤال او اي استفسار انا معاكم والبشمهندس معاكم تحت امركم في اي وقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.